أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نريد بيانا عن قوله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد وثن، وقوله: لا يدخل الجنة مدمن خمر. أليس في هذا أدلة على أنه كافر لتحريم الجنة عليه وتشبيهه بعابد الوثن؟ لا، هذا من باب الوعيد، ولا يكفر لأدلة أخرى، لأدلة أخرى أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، والخمر من الكبائر التي دون الشرك فلا يكفر. ما نأخذ نقتصر على هذه الأدلة، بل نجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. وشارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جيء به وجلد وقيم عليه الحد، ولو كان كافرا لقتله، ولم يكتفي بإقامة الحد عليه. الحدود إنما تقام على المسلمين، أما المرتد فإنه يقتل. نعم.